بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن المؤثرات الاجتماعية، وقد تناولنا علاقة الحضارة بالدار الإجرامية، وتكلمنا في هذا الموضوع عن الإجرام القرى والمدن والاختلاف الكمي بين إجرام القرى والمدن، يعني حجم الجريمة بينهم، هل في القرى أكثر أم في المدن. ثم تكلمنا عن الاختلاف النوعي بين إجرام القرى والمدن، ثم علاقة الطبقات الاجتماعية بالإجرام. ثم المطلب الثاني تكلمنا فيه عن علاقة الصراعات بالظاهرة الإجرامية، وتكلمنا عن المقصود بالحرب والانتفاضة، وعن علاقة الحروب والانتفاضة بالظاهرة الإجرامية، وتكلمنا عن التوراة وعلاقتها بالظاهرة الإجرامية. واليوم سنتكلم عن علاقة الأسرة بالظاهرة الإجرامية، وسنتعرف عن هذه العلاقة وتأثيرها بعملية الإجرام، هل تأثير سلبي أم إيجابي. فنبدأ بمشيئة الله بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فالأسرة من أهم الركائز الرئيسية التي عنا بها الإسلام واهتم بها، محاولة لحماية الإنسان أن يقع ضحية للإجرام. فالحفاظ على الأسرة حفاظ على الفرد، فالأسرة السليمة لا تنجب إلا أولاد أو أبناء طيبين أكفاء غير متجهين باتجاه الإجرام. ولقد حرص الإسلام على تحريم، حفاظا على الأسرة وتماسكها، حرم قتل الأبناء وساوى بين الأبناء حتى لا يكون بينهم غل أو زعل أو حقد يؤدي إلى جريمة، فقد ساوى بين الأبناء ونظم الإرث لكي لا يحصل بعض الورثة لا يحمل بعض الورثة الغل والحقد على بعضهم. ووصى الإنسان بحسن معاملة والديه لكي لا يقعوا ضحايا سهلة للإجرام نتيجة ما يعتريهم من وهن بدني وضعف حسي. والمقصود هنا الوالدين، يعني لما بضعفوا وبكبروا في العمر بتخاف انه لو ما فيش توصايا وما فيش اهتمام بالإسلام ممكن يتعدى حدوده الابن ويعتدي على أبوه أو أمه. وهذا نجده في كثير من الدول الغربية، لأنه ما فيش تمسك بالتعاليم الدينية مثل الإسلام. طيب، أيضا من المبادئ الذي تحكم تربية الأبناء في الشريعة الإسلامية: لا يعلموا أبناءكم السباحة قبل أن تعلموهم الكتابة، وراقبوا أبناءكم وحاسبوهم. هذه كلها تعليم إسلامية، كله حفاظا على الأسرة لتبقى متماسكة وتبقى سليمة، لأنه سلمت الأسرة سلم المجتمع بأكمله. فالنواة الأساسية للمجتمع هي الأسرة، فلذلك تجد أن الدين الإسلامي حرصا شديدا على أن تكون الأسرة بشكل سليم لا يعتريها مشاكل. وقلنا وصى الإنسان أن يكون متسامح مع والديه، وأن يقوم بتوزيع الإرث
بشكل سليم حسب ما جاء بالشريعة الإسلامية، حتى لا يكون بغضاء بين الإخوة والأخوات، لأنه هذه البغضاء والحقد والتوتر من توزيع التركة بشكل غير سليم تدفع إلى الانحراف والجريمة. طيب لو جينا نتكلم عن تأثير الأسرة على ظاهرة الإجرام أو الإجرام، تؤكد الشريعة على أهمية رعاية الأسرة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل راعي في أهله ومسؤول عن رعيته، والامرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها. فالأسرة هي الخلية الأولى والرأسية التي يترعرع في ظلها الإنسان ويحيا وينبت وتتكون شخصيته وملامحها، وبالخص في الفترة الأولى أو في فترة الطفولة. ولذلك يتأثر الطفل بشكل كبير بكل ما يمر بالأسرة من أحداث، إن كانت أحداث شريرة أو مشاكل، أو كانت مشاعر طيبة أو رعاية أو إهمال. والأسرة أنتم تعلمون أنها الوسط الذي يحيا الإنسان فيه بدون ما يكون له خيار. فالطفل أول ما يولد ما فيش عنده أي خيارات أو إمكانية للانطلاق، لسه بيبقى صغير وطفل يحتاج إلى رعاية أهله. فلذلك تأثيرها بيكون قوي جدا على بناء شخصيته وملامحه وميوله، إن كانت ميول طيبة أو ميول شريرة. ولذلك فإن الأسرة تعتبر ذات أهمية كبيرة في عالم الإجرام بسبب دورها الكبير في تكوين الشخصية الإجرامية للإنسان. فالعائلة كما تعرفون تأتي بالمقام الأول من ناحية الأهمية والضرورة لعملية التنشئة الاجتماعية للطفل، فهي المصنع الذي ينتج الشخصية الإنسانية، وهي التي تصقل الطفل من جميع النواحي الثقافية أو اجتماعية، وهي الوسيط أيضا بين المجتمع والأفراد في نقل جوانب الثقافة الاجتماعية ومباشرة عملية التنشئة إلى أن يصبح إنسان قادر على السير في الحياة لوحده وإدراك معالمها، ومن مجرد كائن أتى إلى هذا الكون لا يملك من أمره شيئا، إلى أن يصبح كائنا بالفعل له هويته وقدرته على الاختيار والتعبير عن ذاته وإصدار الأحكام أيضا. طيب الجماعة، فالجماعة تعد المرجعية الرئيسية في حياة الأفراد، يستمد منها الشخص قيمه وأهدافه ومعاييره وأساليبه وتصرفاته. لذا تعتبر الأسرة الوحدة الاجتماعية الأولى والمسؤولة. إذا أهملت في وظيفتها عن انحراف سلوك الفرد، كان طفلا كان أم شابا، وذلك بسبب طبيعة دورها في بناء المجتمع بما يحويها من قيم واتجاهات اجتماعية. لذلك نجد أن الفرق واضح بين الأسر من حيث التدين. فالأسر التي تلتزم بالتعاليم الدينية والأخلاق الحميدة تجد أن الأطفال أو الأبناء معظمهم أو في الغالب يكون سلوكهم حسن، ولكن العائلات التي لا تتمسك بالتعليم الدينية والأخلاق تجد أن هناك تفكك أسري
وتجد أن جزء كبير من الأولاد يكونوا مهيئين للإجرام أو يصبحون مجرمين. طيب، فالوضع طبيعي أن ما أنتوا عارفين الإنسان المتدين، أو مش بالضرورة متدين يعني 24 ساعة بصلي و 24 ساعة بصوم، أهم حاجة المعاملة والأخلاق، وأنه يخاف ربنا، وأنه ملتزم في أخلاقه، وأنه بخاف على الناس وبشعور في الناس. هذا كلها يعني أطباع الرجل المسلم، الرجل المتسامح اللي بخاف ربنا، بخاف على الأطفال، بخاف على النساء، بخاف على الشيوخ، بعطف على الصغير، بعطف على الفقير. هذا كلها أطباع إنسان المؤمن والإنسان السوي. وهذا طبعا بنلاقيه كثير في المجتمعات العربية كونها مجتمع مسلم، بخلاف بعض الأوروبيين اللي الأسرة عندهم متفككة، لا أنت عارف مين أبو فلان ولا أم فلان. وشغلة ثانية، الولد بعد 18 سنة بيسحب حاله وبيطلع، ما عندوش أي رقيب ولا حسيب، من باب الحرية الشخصية وأنه يعتمد على نفسه، فأكيد حيقع في بالأغلب حينحرف ويصبح من المجرمين. ولذلك نجد أن الجرائم في الدول الأوروبية رغم الالتزام بالقانون، تجد أن نسبة الجرائم بالخص الولايات المتحدة مرتفعة جدا، لأنه لا في رقابة ولا في التزام في الدين ولا التزام في المبادئ ولا في الأخلاق ولا في تربية أسرية. يعني الكل طالع مع نفسه وعايش مع نفسه، المرأة مع نفسها والراجل مع نفسه والولد مع نفسه والبنت مع نفسها. فالرقابة مطلوبة حتى في سن الشباب، ليس في سن الطفولة والمراهقة. فالإنسان صراحة يبلغ الرشد حتى سن 40، يعني بيصير متزن وعاقل ويحسب الأمور أكثر. يعني ممكن يكون يعني شاب رايق وبفهم وواعي في سن الشباب، لكن في سن 40 يبدأ الاتزان ويبدأ الإنسان يحسب كل خطوة بيقوم فيها. فلذلك يعني الإنسان بيحتاج من يتعاون معه من أسرته ويراقب تصرفاته ويرشده حتى لو كان كبير، مخدين بالكم. لكن هذا الكلام مش موجود في أوروبا، فالأسر متفككة لدرجة أن في كثير دول هناك تسجل الأولاد باسم الأم نتيجة تفكك الأسر. ومن الطبيعي أن تكون الجريمة في غياب الأسرة مرتفعة. لا شك أن في الوقت الحاضر أصبح هناك استغلالية أكثر للأبناء عن ما كنا عليه في الفترات السابقة أو السنوات السابقة، مع تدخل الثقافة الغربية والاجتماعية على المجتمعات العربية، ودخول المبادئ والشعارات التي تنادي بالحرية والحرية الشخصية. طبعا احنا مش ضد حرية الرأي والتعبير، ان الانسان يعبر عن رأيه ويعبر ويفكر. احنا هذا الكلام ما فيش فيه مشكلة في حرية التعبير وحرية النقد، هي التي بسببها تتطور الشعوب وتتقدم. لكن التي نعني فيه او الذي نتكلم فيه هو الحرية الشخصية، ان الانسان يتصرف بشكل غير لائق وغير محترم من ناحية اجتماعية. فلذلك نحن حريصين في المجتمعات العربية أن تبقى ثقافتنا ونبقى متمسكين بالقيم والأخلاق الفلسطينية أو العربية، لأنها قيم وأخلاق حافظت علينا من الانحراف. لكن احنا قلنا ملوش هذا الموضوع علاقة بحرية الرأي والتعبير والتفكير والإبداع والنقد، فهذا موضوع جائز ومباح. حتى الشريعة الإسلامية
والقرآن أقر بهذا الموضوع، ودستور فلسطين أقر بهذا الموضوع، لكن إحنا الحرية الشخصية اللي بتنادي فيها الغرب هو الحرية الجنسية وحرية الحركة للبنات والصبايا ولبعض الشباب، وبعض الأفكار التي دخلت الزواج المثلي وزواج العرفي والشغلات التي يعني تؤدي إلى انهيار الأسرة وانهيار المجتمعات. فإحنا برضو بنرجع بنقول بنعيد وبنكرر أنه لا شك أنه الثقافة الغربية كان لها تأثير على المجتمعات في هذا الوقت، المجتمعات العربية، وأثرت وبدت تجد لها طريق عند شبابنا، وبدأ الشباب يقعوا في الانحراف عن بعدهم عن القيم والأخلاق، لكن الحمد لله المجتمع الفلسطيني ما زال متماسك وقوي ومتمسك في قيمه وعدده. طيب قلنا احنا الشريعة الإسلامية حرصت على الأسرة وحرصت على تربية الأبناء وأوصت الأبناء برعاية الوالدين، وأوصت أيضا الوالدين برعاية الأبناء وتوفير حاجاتهم حتى والتوزيع الصحيح والسليم حسب الشريعة الإسلامية في الورثة في الميراث، وعدم التمييز بين الأخوة حتى لا يكون هناك ضغينة وبغضاء وعداوة بين الأخوة تؤدي إلى مشاكل بينهم، وهي ما تسمى بالجرائم. طيب، وأيضا المشرع الفلسطيني، يعني بنقصد المشرع الفلسطيني هو يعني انتم بتسمعوه دائما المشرع الفلسطيني، احنا بنحكي عن التشريعات الفلسطينية او الجهة اللي بتشرع القوانين، فبنختصرها وبنقول المشرع الفلسطيني بدل ما نقول مجلس التشريع او نقول ما الرئيس حاليا هو اللي بيصدر التشريعات، فبنقول المشرع الفلسطيني اختصارا لها الموضوع. المشرع الفلسطيني ذكر او حرص على رعاية الأمومة والطفولة حتى تبقى الأسرة قوية ومتماسكة ولا ينهار أطفالها ويقوم بالانحراف. ففي المادة 29 من القانون الأساسي، وهو الدستور، القانون الأساسي، تسمعوا أنتم مصطلح القانون الأساسي هو الدستور الفلسطيني المؤقت. بتسمعوا كل دولة لها دستور، احنا عندنا دستور لكن بيسموه القانون الأساسي أو احنا بنسميه الدستور المؤقت. فالمادة 29 منه نصت على رعاية الأمومة والطفولة، واعتبرت ذلك واجب وطني، وللطفولة أيضا حق في الحماية والرعاية الشاملة. وإذا نصت أو حرصت على النص على أن لا يستغلوا يعني الأطفال لأي غرض كان، ولا يسمح لهم بالقيام بعمل يلحق ضررا بسلامتهم أو بصحتهم أو بتعليمهم. وأيضا يحرم القانون تعريض الأطفال للضرب والمعاملة القاسية من قبل ذويهم، وأن يفصلوا إذا حكم عليهم بعقوبة سالب الحرية عن البالغين، وأن يعاملوا بطريقة تستهدف إصلاحهم وتناسب أعمارهم. يعني بمعنى لو طفل أجرم بصيرش تحطه عند البالغين ورجال وشباب كبار، فيجب أن يكونوا في إصلاحية أو أماكن صالحة لتربيتهم وتتناسب مع عمار، وما بصيرش ان انا احط ولد صغير عمره 10 ولا 12 سنة ولا 15 سنة احطه عند شباب عمرهم 30 و25 و40 سنة.
جزء منهم يكون خبرة في الإجرام وعلى دراية في الإجرام، فمن الطبيعي ممكن يأثر على هذا الطفل أو يستحوذ عليه ويجعل منه مجرما مجرم، أو يدفعه لارتكاب جريمة بالتأثير عليه، لأنه عارفين عقل الطفل مش زي عقل الرجل الكبير، وهذول المجرمين في منهم ناس محتالين ونصابين وعندهم قدرة على الإقناع، فلذلك يمنع بتاتا أن يتم وضع الأطفال عند الكبار السن. أيضا زي ما قلنا ممنوع ضربهم من ذويهم ومعاملتهم القاسية، لأنه هذا الكلام بينعكس على المجتمع لقدام. الطفل اللي بنضرب وبتوبخ دايما بتلاقيه لما كبر بكون قاسي وصعب وبحاول الانتقام من المجتمع أو من أي شيء. وأيضا زي ما قلنا ممنوع أن يقوم بأعمال تضر بصحته وبتعليمه، يعني بجوزش انه انا اشغله 24 ساعة و 12 ساعة، الاطفال لهم زمن معين، او اشياء خطيرة او اشياء ثقيلة، يعني في شروط لتشغيل الاطفال لا داعي لذكرها، لكن بالمجمل يجب ان يكون هناك يعني التميز للاطفال في العمل. طيب دور، خلصنا من دور الاسرة، هنشوف دور المسكن والجوار في الإجرام. المسكن يعني مسكن الطفل أو مسكن الإنسان، أكيد أنه المسكن له دور كبير، إن كان من الداخل يعني إن كان كبير ولا صغير، يعني مسكن بيعيش فيه 10 ولا 15 أكيد حيكون هذا مسكن غير طبيعي وغير راق، فولي الأمر مش حيقدر يربي أولاده كويس، مش بيقدر يهتم فيهم، مش بيقدر يعلمهم، لما يكون ما فيش كهرب، لما يكون ما فيش مية، كل هذا الكلام يؤثر على تربية الأطفال. يعني واحد ما عندوش كهرب كيف بده يقرأ، واحد ما عندوش مية كيف بده يستحمى، كيف بده ينظف في بيته، كيف بده ينظف على حاله. مثلا 10 نايمين في غرفة، كيف ولي الأمر أو الأم بدها تهتم في الأطفال وتدرسهم. كل الشغلات هذه لها تأثير في الجريمة، لكن لو في مسكن كويس صالح متوفر فيه كل الإمكانيات، طبيعي أنه الطفل يطلع كويس ويطلع إنسان منيح، إلا حالات نادرة يعني، لكن لو توفرت كل الأجواء المناسبة فمن طبيعي أن الأبناء يكونون بحالة جيدة ويؤدون واجباتهم الدراسية وواجباتهم باتجاه المجتمع بشكل سليم. لكن زي ما قلنا لو كان المسكن غير صالح وغير كافي، فمن الطبيعي أن الأولاد هذولا يبدأون بالبحث عن مكان يلدون به أو يسكنون به، ويلجؤون للأصغاء في الشوارع والحواري، حيث يكون الاتصال برفقاء السوء متاحا، فينزلقون لعلم الجريمة أو لهاوة الإجرام والانحراف. صراحة يعني إحنا يمكن في قضية هذا الكلام بنشوف في قضية قطع الكهرباء، رغم إنه إحنا يعني الحمد لله عايشين في بيوت واسعة ومنتسع، احنا يعني بتكلم عن نفسه عن جزء كبير، وفي ناس عايشة برضو في بيوت صغيرة، لكن مع قطع الكهرباء حتى احنا اللي عايشين في بيوت واسعة بنحس بضيق خلق وممكن ننفعل وممكن نتوتر. فكيف انسان عايش هو واسرته مكونة من 10 انفار عايشين مثلا في غرفة وما فيش فيها تهوية وما فيش فيها مكان صالح وما فيش كهرباء، فأكيد يعني أعصابه بايظة وممكن يرتكب جريمة، مع الضغط النفسي مع الانفعال ممكن الأولاد نفس الحكاية، مثلا كيف بدهم يقروا. يعني احنا بس في قصة الكهرباء نعطيكم إياها مثل، يعني انه هي ممكن تعمل انفعال شديد لدى الإنسان. فتصوروا، أنا صراحة يعني بحس بالكلام هذا كثير،
لانه احنا عشنا في الاول في بيوت صغيرة، وكنا نشوف قديش توتر وقديش انفعال بيبقى عند الانسان، وقديش يعني ممكن يضيع منك يعني ايام وساعات وانت بتقراش نتيجة قطع الكهرباء او عدم توفر مكان للقراءة في البيت. طبعا الجوار في طبعا احنا قلنا العنوان دور المسكن، والجوار في الجرام احنا بنحكي عن الجوار يعني الجيران، اكيد الجيران او الجيران لهم تأثير على اجرام الاطفال بالخص في الاماكن، اماكن المساكن العمارات، لانه الاحتكاك بكون كتير بالجيران. يعني الإنسان لما يكون ساكن في منزل لوحده يعني بيبقى علاقاته محدودة أو جيرانه قليل، أما اللي ساكن في عماير أو يعني زي ما ساكن مثلا نقول في مصر زي منطقة فيصل والأهرامات ودار السلام بالآلاف عماير جنب بعض، والعمارة بتكون من 15 و20 طابق، وفي الطابق حوالي 4 5 6 شقق، فيعني زي السوق. فالولد بيحتاج في هذا وبيحتاج في هذا، لكن لما تكون ساكن في مسكن ما فيش فيه كثافة سكانية أو ساكن في منزل لوحده حواليك 3 4 جيران، فبقدر واحد صار يتحكم أو بيبقوا الأسرة بتقدر تتحكم في علاقة أبنائها في جيرانها أو بيقدر يراقب. لكن في الأماكن اللي أنا بحكي لكم عنها يمكن إحنا ما عندناش هالازدحام داخل هالعماير الكثيرة، احنا عندنا ازدحام في المخيمات لكن في استقلالية، واحنا صراحة في التزام عند الناس وفي تدين وفي خوف على القيم وخوف على الحرص على العادات والتقاليد. لكن انا شفت صراحة في مناطق في دول يعني اشي مخيف، يعني زي العشوائيات الموجودة في مصر بسموه العشوائيات، هذه مباني قائمة بدون ترخيص والناس داخلة على بعض وخارجة، فكيف ذا يعني والأسرة كلها عايشة في غرفة، فأكيد حيكون احتكاك كبير مع الجيران، ومن الطبيعي أن يتم التأثير على الأولاد من رفقاء السوق. طيب تأثير تصدع الأسرة على الإجرام، على علم الإجرام، على علم الإجرام أو على الجريمة، أكيد لو تصدعت الأسرة يعني صار مثلا طلاق بين الزوجين أن يؤثر هذا الكلام على الأولاد، لأنه بتخف الرقابة أو بتخف المعاملة الكويسة والرعاية. وطبعا لو كان أسلوب الأسرة كمان عنيف ممكن يؤثر على الطفل، ولما يكبر يكون أسلوبه يكون صعب ويكون عنيف أيضا في المجتمع، ويعرضه للصراع النفسي والتوتر ومما يؤدي إلى الانحراف. أيضا من ضمن السلوكيات التي تعمل تؤدي إلى الانحراف هو غياب القدوة في البيت، يعني كان الأب مثلا بسيط أو كان منجرم أو كان سلوكه غير حسن أو الأم غير حسن، فأكيد الطفل يتربى على أشياء مش مظبوطة. لكن لو الأب إنسان محترم وكويس والأم كذلك وسلوكهم كويس ولهم احترام وتقدير في المجتمع، فأكيد كل واحد بحاول يكون زي أبوه وأمه. لما يلاقي الناس تحترم أبوه ويحترموا أمه فأكيد هو هيتطلع على الشغلات هذه أو أنه يصير أو يصبح زي أبوه وأمه. لكن لو أبوه فاسد ومش محترم طبعا هذا أكيد حيعمل على خلق أجواء نفسية مش كويسة لدى الطفل، مما يؤدي به إلى ارتكاب الجرائم أو الانحراف. وقلنا طبعا من الأشياء التي تؤدي إلى تصدع الأسرة حالة الطلاق بين الزوجين،
وغياح، مما يقلل دور الرقابة، مما يدفع الطفل إلى الانطلاق بحرية بدون رقابة، ويمكن يلتقي مع رفاق السوء الذين يقومون بجذبه إلى ارتكاب الجرائم. هناك عدة دراسات موجودة في الكتاب عن تصدع الأسرة أو دور الأسرة في عملية الإجرام. ومن الدراسات التي ذكرها الدكتور أن في دراسة تمت في مصر عن 800 أسرة فيها أطفال جانحين، بالمقارنة مع عينة مماثلة ليس بها أطفال جانحون، فثبت أن 67 تقريبا من الأطفال الجانحين ينتمون إلى أسر متصدعة. يعني أسر متصدعة زي ما قلنا في حال طلاق بين الأب والأم، في معاملة قاسية، في عدم وجود قدوة، هي العائلات المتصدعة. فقلنا أن 67% من الأطفال الجانحين الذين ينتمون إلى أسر متصدعة، بينما الباقي 33 تقريبا فقط من الجانحين أصاب تصدع أسرهم. مرة ثانية قلنا الدراسة على أجرت على 800 أسرة فيها أطفال جانحين، ومثلها 800 طفل ما فيش فيهم يعني من أطفال غير جانحين. وثبت أن 67% تقريبا من الأطفال الجانحين ينتمون إلى أسر متصدعة، ويبقى الباقي 33 تقريبا فقط من غير الجانحين أصاب التصدع أسرهم. طيب، هذا قد أثبتت دراسات أخرى أجريت على نسبة المجرمين للأحداث في الأسرة الفلسطينية. أنا الصراحة أي دراسة أنا مش حابة أقراها عن الأحداث في فلسطين، بحس إنها مش مظبوطة، فعشان هيك ما تدرسهاش. لكن لأنه إحنا صراحة مجتمع صغير، صعب تكون الإحصائيات سليمة أو الدراسات سليمة. لكن مجتمع زي مصر يتكون من حوالي 100 110 مليون نسمة، ومليء بالأحداث والجرائم والعشوائيات، فممكن تجرى به دراسات وتكون نتائجها سليمة. لكن احنا الصراحة صعب الموضوع في بلدنا، فانتوا بدكم تقروها لحالكم هذه الاحصائيات، لكن هي مش مطلوبة منكم في الامتحان، هي بنضربها احنا كمثل في المادة للتوضيح. على كل انتهينا الآن من موضوع الأسرة ودورها أو علاقتها بالظاهرة الجرامية، وشفنا كيف إنه الأسرة المتصدعة أو الأسرة التي تخلو من القدوة أو الأسرة الغير متماسكة أو الأسرة التي لا تتمسك في القيم والعادات والتقاليد الفلسطينية أو العربية أو التقاليد المحترمة، من الأكيد أن الأطفال سيعيشون في أجواء غير مناسبة، مما يدفعهم إلى الانحراف وإلى الجريمة. لعندي هنا بنقول شكرا لكم، ونتمنى أن نلتقي فيكم في قاعات الدراسة عما قريب، وإن شاء الله المرة القادمة سندرس علاقة الدراسة يعني علاقة التعليم بالظاهرة الإجرامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.